برحب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما قلنا لحضراتكم انه خلاص فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي رجع النهاردة لاستئناف تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وده طبعا بعد العودة من المغرب والفوز على الوداد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور نص النهائي من دوري ابطال افريقيا. وطبعا ده دلوقتي بقى الاستعداد كله لمباراة الاياب اللي هتكون يوم الجمعة اللي جاية على استاد القاهرة الدوري، واكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم يعني لعيبه مش بس من ماتش الوداد ومش من رحله السفر ذهاب وعوده من المغرب في خلال ايام بسيطه جدا، لكن هو بالتاكيد موسم طويل جدا ومجهود كبير اتبذل في الفتره الاخيره، خصوصا انه من ساعه ما تولى موسيماني المسؤوليه احنا بنتكلم على اربع ماتشات متتاليه، والاربع ماتشات يعتبروا ماتشات ثقيله، يعني مقاولين ام بي بيراميدز وبعد كده وداد في بطوله افريقيا، فبالتالي اللعيبه باذله مجهود كبير. صحيح الراحه كانت مهمه وبتساعد بشكل كبير جدا انه اللعيبه تشحن بطارياتها، لكن ده ما ينفيش كمان انه كان في عدد من اللعيبه اللي اشتكوا من اجهاد، خصوصا طبعا بعد ماتش الوداد اللي اتلعب في المغرب الاخير، منهم أفشة ومنهم مروان. عندنا كهربا يعني بيتم تجهيزه ونتمنى ان شاء الله. في اخبار عندنا النهارده عن كهربا ساره صح؟ يا احمد، يعني محمود عبد المنعم كهربا هيخضع لاختبار طبي في مران الفريق بملعب مختار التتش، وده طبعا علشان يحددوا موقفه من المشاركه في التدريبات الجماعيه من عدمها، وده طبعا تمهيدا لتجهيزه لمباراه الوداد. زي ما حضراتكم عارفين يعني كهربا كان اتعرض للاصابه في العضله الخلفيه خلال مباراه بيراميدز اللي اقيم يوم الحد اللي فات بالدوري، واللي حرمته طبعا من المشاركة في لقاء الذهاب قدام الوداد طبعا. وطبعا حضراتكم عارفين انه الماتش ده انتهى بفوز الاهلي بثنائية نظيفة. كمان الجهاز الطبي بالاهلي بدأ مرحلة تجهيز محمد مجدي أفشة أحمد ومروان محسن بعد ما أجرى أفشة أشعة على الضروع بجانب أشعة تانية طبعا على العضلة الخلفية بعد شكوى من إجهاد فيها.